الحيوية رح نتعرف فيها على رياضة الكارديو يلي هي بتمتاز عن غيرها من الرياضات انه هي بتعطي طاقة بتعطي باور الكارديو اكيد قبل ما تبلشوا بالتمارين التالية الى تأثيرات وايضا الى عوامل معينة ونوع طعام ايضا رح نحكي عنه مع مدربة الكارديو سوزان بدر. يسعد صباحك يا صباحك سوزان. صباحك حبيبة قلبي. أهلا وسهلا. أهلا فيك. يسعد صباحك سوزان. صباحك. هلا بالبداية بما أنه موضوعنا عن الكارديو خلينا نتعرف عنه بشكل موسع. هلا الكارديو هي لعبة هوائية نحن بنعتمدها كتمارين للشخص اللي نحن بنستلمه، فهي تعتبر الألعاب هوائية بتفرق عن الحديد لأنه الحديد هو لا هوائي، بس وقت الكارديو نحن بنعمله انه هو تمرين هوائي بيدخل الاكسجين للجسم. صحيح. فلحنا لهيك بنقول له هوائي. الحديد لا هوائي لانه بنشتغل فيه باوزان عاليه. نعم. بس وقت اللي بده يتطلب انه ناخذ اكسجين فهو بده يقلب هوائي، فنحن لهيك بنربط بين الكارديو وبين الحديد. اكيد يمكن ايه. وقت يجي لعندك حدا بده اكيد يبلش تمرين، فانت شو بتعملي؟ بتطلعي كارديو بعدين بتقولي له بلش الحديد. بيجوا متحمسين سوزان يلا كثير بيقولوا لك مثلا من اول شهر بدنا نفرق، انه بيجوا يلا انا على رياضه او شيء، هو ما بيفرقوا بشهر. تمام. يعني لهيك نحن بدنا نمشي معهم خطوه بخطوه. فاول شيء اجباري انا بدي اطلعهم على المشي، بعدين بقى احماءات للجسم للمفاصل بحيث اني ما اضرب لهم اي مفصل عندهم، وبعدين بقى بنبلش تمارين الحديد. ممكن في اجسام عاليه مثلا كوزن او شيء انا ما بلعبها حديد فورا. هلا في اغلاط كثير انه بيحملون اوزان للي عندهم وزن عالي بالجسم، يعني مثلا انه في صبيه عم بتقلي انه هي ضخامه من فوق ووزنها مثل طولها، يعني هي نسبه العيارات انه نحن عندنا اياها يعني بالمعادله تبعت الصحه. تمام. فانه لا، هي ما بدها كتله عضليه، هي لازم ننحفها، ما انه نعطيها وزن بالاوزان يعني خلص تلعب اوزان ونشيل نحملها، هي نحن بدنا نحرق لها الدهن الموجود بالجسم. تماما. وبدنا نمشي معها بنظام غذائي. هلا ضروري انه سوزان انه الكارديو مع الحديد ولا ممكن تفصلي الاثنين عن بعضهم؟ هلا فيني افصل الاثنين عن بعضهم بحاله واحده حسب الجسم. هلا في كثير اجسام ما انا مثل بعض، يعني مثلا انه في اشخاص بدها تروح الخواصر والبطن بس هم لاعبين حديد، يعني تمام. عم نحكي عن الشباب ولا البنات، فيني مرق لهم يومين او ثلاثه كارديو. يعني طبعا بستلم مثلا شاب انه عندي خواصر وبطن بس هو كتله عضليه، انه اوكي بس انت ما رح تروحهم بالحديد، فانه لا بستلمهم يومين او ثلاثه كارديو خلص نص ساعه ساعه انا بدي العبه كارديو. دائما طبعا بيشمل النار الاسرع. انه الاسرع بالنتائج الكارديو ولا الحديد؟ النتائج ما فينا نحكي انه الاسرع بالنتائج لانه الكارديو هو حرق عالي الشده. تمام. غير الحديد بيختلف تماما عن الحديد. يمكن الحديد مثل هو ما بناء عضلي. صحيح. بتبلش الواحد كارديو هوائي شوي طبعا. مشان مو بس لياخذ الجسم. تماما. يبلش ممكن حتى يعرق قبل. لازم يعرق مو دغري. هلا هنن ينزل يلا. لا مو كمان الموضوع انه العرق كمان ما هو السبب، يعني هلا اغلبيتهم بيقولوا لك اذا عرقنا كثير خلص نحن نحفنا. لا ما خاصه، لانه العرق هو نسبه المي. اذا رجع شرب مي بترجع هاي المي لجسمه نفس الشيء، بتصير يفرز الجسم. هي نسبه مي، حبس مي بالجسم. تمام. يعني نحن بنقول لها هي احتباس سوائل. سوزان يمكن هذا الحديث كثير ممتع ومهم، وخاصه أكيد. للصبايا اللي حابين يحرقوا دهون. اكيد فترة الشتاء بناكل كثير، بصير عندنا يلي عندهم مناطق نقاط ضعف، مثلا في منهم عندهم بالبطن بطن. في منهم عندهم بالارداف، فوين نقطة الضعف بتجمع الدهون فيها. هلا بيقولوا لك انه احيانا لا الرياضة ما بتفيد، ما خص انت نحيفة من فوق الرياضة ما بتفيدك، ففي تمارين معينة لمناطق معينة يمكن لا أكيد. لنحتى لحرق الدهون، خلينا نحكي عنها شوي. هلا أكيد لك فيك، يعني ما فينا نقول إنه كل جسم مثل الثاني. أكيد. كل جسم له تمرين خاص، كل جسم له سياسي بالتعامل معه. يعني أول شيء أنا بقول لهم حبوا جسمكم، يعني هيدي أهم مبدأ يعني أنا عندي، إنه إذا ما أنت اقتنعتي مع جسمك ما راح يعطيكي. فانه لا، واللي بيكون في مثلا بنات انه هلا سوزان عم نتابع على الشاشه بعد من تمارين الكارديو والحديد. نعم تفضلي. تمرين حرق عالي، فانه قالوا لي انه صعب كثير نعمله، فهو ما انه ما انه صعب، فيني انا اقسمه وبعدين ادمجهم كلهم مع بعض. طبعا. يعني هلا الاوزان العاليه مثلا اللي عندها ورك او شيء، انه انا لا الاوراق الورك يعني انه في له نظام معين. هلا اللحم الاحمر ما بصير ياكله، انه اعتمدي لحم ابيض. نحي اللي خبرتيني على الهواء. اكيد. هلا السكر الملح الشغلات هيدي في احيانا عامل وراثه، يعني بتقلي مثلا انا عائلتنا كلها ورك،
انه نحن خلص السبب انه خلص وراثيه. فانا بقول لها لا، انه في ممكن انا بلعبك تمارين الكارديو، الحرق، التمارين على الفرشه خاصه بمنطقه الورك، هيدي بنروحها، يعني بنحرق الدهن الداخلي بالجسم. والملح والسكر اكيد، يعني الملح والسكر بدنا نخففهم. هي اهم شيء. دائما بيقولوا لازم نمارس الكارديو بالصباح والمساء الحديد. بدنا نعرف المده الزمنيه لكل تمرين سواء الكارديو او الحديد. هلا ليكي المده الزمنيه نفس الشيء، هي 45 دقيقه. اللي بيلعبوا ساعه ونص، او في مدربين هذيك المره سمعتها يعني انه ساعتين. طب انت عم ترهقي الجسم، ما انك عم تنحفيه. يعني هلا بيوصل مرحله الجسم خلص بيعمل 45 دقيقه او ساعه، بيقول لك ستوب، انا ما عم بقى عم بحرق، انا عم بعمل جهد داخلي، يعني انا عم بتعب اكثر، يعني ما عم بحرق المنطقه اللي بدي اياها او الدهون اللي انا عم بحرقها. فانه لا خلص 45 دقيقه. اوقات بالكارديو لا نص ساعه، يعني الربع ساعه البقيه بينزلوا فرشه، انه بنلعب بطن، بنلعب ورك. هلا حتى في كثير عالم انه لا ممكن اعطيهم بطن، تمارين بطن غير تمارين الورك. في بنات مثلا بيجوا لعندي انه ما عندهم ورك، فانا بدي اعتمد اني انا نصح لهم الورك لحتى اعمل هذا التناسق للجسم. لك تمام. طيب اذا حننتقل على فوائدهم، شو هي فوائد الحديد؟ يعني فوائد الكارديو، فوائد الكارديو هلا هو بنشط الدوره الدمويه، زياده بيساعد يعني على المرض السكري، زياده قوه المفاصل ومرض القلب كمان. طبعا ومرض القلب، نقي العظام حتى بيساعد، يعني اللي عندهم هيك امراض بنقول لهم خلص روحوا لعبوا بالرياضه. ما انه مبدا انه والله انا مريض ما فيني العب رياضه، لا هي رياضه بالنهايه بقول لهم اياها روح من جوا، انه خلص اذا انت حبيتها ممكن تعطيك بالايجابي مو بالسلبي. ما بقى تقدر تعيش بلاها، بتترافق مع حياتهم طبعا للرياضة. يعني انا اول عالم بيقول لي بتلعبي كل يوم؟ لا انا ابدا، على فكره انا هيدي الشغله كثير سلبيه فيني، انه ايه بتحمس اول شيء او مثل كل هالصبايا بعدين مزهور. اخر شيء انه يلا مالي حيل، يا ريت عندي هذا الشغل. لا هو لازم، لا خلص انت تعتمديها ساعه. كان بعد كلامك شجعتيني، اهلا وسهلا. شكرا كثير. لا اجباري بدنا نعتمدها. يعني خلص هي من حياتنا اليوميه. حتى بتحسن كمان المزاج كثير، الرياضه بانواع سواء الكارديو ولا الحديد. بيقولوا لك مثلا انه الجسم انه بيشد، يعني بينحت الجسم الرياضه بالكارديو او بالحديد، انه في مناطق بننحتها وفعلا بننحتها. يعني في تمارين تكرارات حتى بالاوزان بيقولوا لك انه لا الوزن ما بينحت الخصر، فهو لا فينا نلعبه باسلوب معين فيني انحت الخصر فيه. يعني في لها كثير فوائد وكثير شيء. نصائح اخيره منك سوزان لكل الصبايا اللي عم يتابعونا. انا عم خصص الصبايا اكثر لانه الشباب ما بدهم نصائح دغري، ملاحقين الرياضه اول شيء. اول شيء ذكوري او نسائي، اهم شيء للصبايا بدنا نصائح. لا اكيد يعني بنصحهم انه يتمرنوا وما يوقفوا الرياضه وما يخافوا من الحديد، هيدا انا مبدئي الاساسي، انه الحديد هو مكمل، هيدا اهم شيء. ويعطوا وقت من يومهم، يعني نص ساعه ساعه خلص، هيدا وقت لإلهم انه يتمرنوا. حلو. ويختصوا بالحديد. اكيد. نتشكرك كثير سوزان على وجودك معنا، واكيد قلبي. الحلقه رائعه معك كانت. شكرا لك. شكرا لك على النشاط، الطاقه الحيويه هيك. حنكون معك ايضا بشغلات ثانيه ممكن غير الكارديو، نحكي عن قصص ثانيه. نورتي صباحنا سوزان. نورت بوجه.